بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجز بسبورتينج تقدم لكم عظة العبور القيت يوم الجمعة العظيمة سنة 1978 للاب القمص بيشوي كامل. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم يا احبائي يوم عيد عظيم، وان كان مظهر الكنيسه يبدو عليه الحزن والالحان فيها النغمه الحزينه و أفواهنا مرة من عدم الأكل أو من الصوم، فهذه كلها ليست إلا كما سنرى الآن ليست إلا الأعشاب المرة التي سيؤكل عليها ستؤكل عليها أكلة العمر كله، سيؤكل عليها الفصح. بالأمس كنا نتأمل في ربنا يسوع المسيح وما أعطاه لينا، أعطانا اتضاع منقطع المصير لما وصى على رجلينا وغسلها ونحن في عمق الخطية، اتضاع فوق الوصف لما وقع على رجلين يهوذا وغسل رجلين وهو الإله، وأعطانا أيضا حبه عندما كسر ذاته بملء اختياره وقدم نفسه طعام علشان نضوء الحب. إن كان كلمة الحب في قاموس اللغات كلها كلمة معنوية، ولكن عندنا في المسيح الحب نأكله لأنه أعطانا ذاته ولأنه المحبة كلها، وثبتنا فيه وقال من يأكلني يحيا إلى الأبد، فأدانا كمان حياة أبدية. كل دي بركات امبارح اللي خدناها في المسيح، ودي حقوقنا نحن المسيحيين. أما اليوم يا أحبائي فهو يوم عيد عظيم، يسجل لنا إنجيل معلمنا يوحنا الذي تلي علينا: فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط وبالعبرانية جباته، وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة. كانت نحو الساعة السادسة يعني 12 الظهر، الوقت اللي اتصلب فيه المسيح، وكان في نفس الوقت استعداد الفصح. كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق بسرعة، لأن داعتهم اللي بيعيدوه وتذكرهم الأبدي يوم أخرجهم الرب من أرض مصر. لأجل هذا أحبائي بولس الرسول بالنعمة والإلهام المعطى لي تحدث عن هذا العيد في رسالته إلى معلمنا، رسالته إلى أهل كورنثوس، قائلا في الإصحاح الخامس: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. الفصح بتاعنا هو المسيح، قد ذبح لأجلنا، لأن فصحنا هو المسيح
قد ذبح لأجلنا. والفصح معروف عند اليهود أنه عيد، فلما بولس الرسول يقول فصحنا هو المسيح ذبح لأجلنا، يعني يقصد أن النهاردة عيد. ذبح المسيح بالنسبة لنا عيد، عيد كبير جدا. كلمة فصح، كلمة فصح كلمة عبرية، ولما ترجمت للعربي ترجمت فصح زي ما هي، لكن بجميع اللغات في العالم اسمها بسخة. بالقبطي بنقول بسخة، باليوناني بنقول بسخة، وبالفرنساوي بنقول بس، وبالانجليزي بنقول بس اوفر، كلها بسخة. بس لأن العربي واخد من العبري فاتنقلت فصح. فاحنا لما بنقول فصحنا هو المسيح الذي ذبح لأجلنا، ممكن ببساطة جدا نقول لأن بسختنا هي المسيح الذي هو المسيح الذي ذبح لأجلنا. وكلمة بسخة حتى من معناها الإنجليزي عبور، بس أوفر، حاجة بتعبر حاجة. فالعبور هنا أصله بيوضح السر في اللي عملناه النهاردة كله، وده النقطة اللي عاوزها تبقى واضحة بنعمة ربنا قدام عينينا عشان نعرف احنا عملنا ايه النهاردة وبنعمل ايه. ايه حكاية البسخة دي؟ صحيح احنا تجاوزا بنقول ده اسبوع البسخ، لكن هي البسخة ذكرها لنا سفر الخروج في الاصحاح 12 وقال كده: وكلم الرب موسى وهارون في ارض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم اول الشهور، هو لكم يكون لكم راس الشهور، هو لكم اول الشهور السنه. كلم كل جماعه اسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر ياخذون لهم كل واحد شان بحسب بيوتهم. وبعدين: ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، يعني العصرية بتاعة اليوم، يبتدوا يذبحهم الخروف، ويأخذون من الدم ويجعلونها على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلون فيها، ويأكلون اللحم مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونها عشان نفتكرهم المرارة بتاعتهم الأولانية. لأن وحشت الإنسان لما ربنا يديله النعمة كده من غير ما يكون حس بالمرارة والتعب فيها، ما بيحسش بقيمتها. عشان كده بقولك إن أنغامنا الحزينة وألمنا النهاردة مش معناها حزن داخلي في القلب، ده معناها فرح، ولكنها أعشاب مرة نذوق عليها المسيح الذي هو فصحنا. وبيقول له: تكلوه وأحقائكم مشدودة، وأحذيتكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة. هو فصح للرب، أو هو بسخة للرب، فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس البهائم، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة والقائمتين يعبر الرب من عن الباب، ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. يبقى البيوت كلها هتتعلم بالدم، وهيعدي ربنا ومعاه المهلك البيت اللي عليه علامة الدم، يقول له: سيب ده،
ويفوته ويروح لواحد تاني وهكذا. ما فيش بيت ما فيهوش بكر. فيقول الكتاب المقدس ان ربنا ضرب كل فحدث في نصف الليل ان الرب ضرب كل بكر في ارض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الاسير الذي في السجن. الى بكر الاسير الذي في السجن. ومش بس كده، وكل بكر بهيمة، يعني حتى البكر بتاع البهيمة انضرب وفضل مين اللي متعلمين بعلامة الدم. وبعدين بيقول فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين، وكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت، ما عدا بيوت معينة كانت متعلمة بالدم. بيحذر ربنا موسى بيقول له خلي بالك كل ابن غريب لا يأكل منه، الأكلة دي لأولادي بس حد يأكل منها غيرهم، ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه تعمده الأول ثم يأكل منه، النزيل والأجير لا يأكلان منه إلى آخره. وبعدين خرجوا من أرض مصر ومشوا في الطريق، ومش في مش غايب عن ذهنهم حكاية الدم اللي ترشت بيها بيوتهم وحياتهم. وطلعهم أخذوا الخمير وجريوا. ربنا كان ممكن يخشوا سينا على طول لو هم طلعوا من فوق خليج السويس، يعني كانوا ممكن يمروا بسرعة، لكن كان له ربنا حكمة معينة. توهم في البرية، فتاهم تقريبا 3 أيام وتنهم تايهين. فبدل ما يطلعوا لفوق ويعدهم، بقول لك ما كانش في قناة السويس ولا حاجة، جم لقوا البحر في وشهم، فبقت مشكلة تانية. فجه ربنا وقال لموسى اضرب كمل الفصح بتاعي وخدوا بركاته وكملوا العبور. وبعدين ضرب البحر فعبر الشعب وهلك فرعون اللي فاضل وجنود هلكوا، مش بس الأبكار بتاعته. فكلمة بسخة يعني عبور، واحنا عرفنا احنا بنعمل ايه دلوقتي. احنا مرسومين بالدم، والملاك المهلك ملوش سلطان ابدا علينا. عشان كده في الطرحه اللي كان بتقري علينا دلوقتي بيقول من يبشر المسبيين. الكلام ده قاله زكريا بالنص. شوف الايه تلاقيها رائعه واكثر من رائعه. وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسرافي من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء. وانت ايضا بيكلم شعبه، بيكلم الكنيسه. وانت ايضا الكنيسه فيها جزء كان نسبي في الجحيم اللي هم ماتوا قبل المسيح، اللي هم كانوا منتظرين يوم اللي قال عنهم ابراهيم ابوكم استهى ان يرى يوم. فبيقولوا انت ايضا ايتها الكنيسه الماثوره المسبيه في الجحيم، وانت ايضا فاني بالدم قد اطلقت اسراري، بدم العهد الجديد قد اطلقت اسراري من الجب يعني من الجحيم الذي ليس فيه ماء. ارجعوا الى الحصن، ارجعوا الى الفردوس، ارجعوا الى المسيح يا اسرى الرجاء. اسرى الرجاء دولت اللي هم الناس اللي هم ماتوا على الرجاء. فدولت يوم الصليب ما تتصورش بقى الفرحة بتاعتهم كانت قد ايه. والحقيقة مين اللي يروح يبشر المسبيين؟ لا محدش هيبشر المسبيين. هو بيقول وانت ايضا فاني بدم عهدك. انا بالدم بتاعي اللي هبشرك، حدش يبشرك ابدا بالموضوع ده.
وبطرس الرسول بسرعة استطاع ان هو يكتف لنا بالالهام الروحي هذا الكلام الخطير. نقول فان المسيح ايضا تألم مرة واحدة من اجل خطايانا البار من اجل الاثمة لكي يقربنا الى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح. شوف بقيه الايه بتقول ايه، الذي فيه ايضا ذهب فكرز للارواح التي في السجن، الارواح اللي في الجحيم. ده بطرس الرسول بيقول كده ان ربنا من على الصليب اول عمل عمله نزل بسرعه ومعاه بشاره، مين يقدر يخش الجحيم؟ ده الشيطان مسيطر عليه سيطره رهيبه، مين يقدر يعتب من الجحيم ولا يقرب منه؟ الشيطان مالك على النفوس دي كلها. فالمسيح نزل بدم عهده وكرز بشر يعني الارواح اللي موجوده في السجن. هل ممكن يا عزيزي تتخيل يوم فرح اعظم من هذا اليوم؟ النهارده مش يوم حزن، النهارده يوم فرح. احنا بقى في القداس بناخد الحته الايه دي بتاعت معلمنا بطرس الرسول ونقول كده، ونقول نزل الى الجحيم من قبل الصليب. مش واخدين بالنا من حكايه الجحيم دي، احنا فاكرين عم نفكر في نفسينا، ده في ملايين من البشر ماتوا على الرجاء كانوا مستنيين اليوم ده. المسيح مات على الصليب والناس بتتريق عليه يقولوا اتركوه دعوه هو ينادي اليه، والمسيح اللي ما يفهمش يقعد قدام الصوره دي يقول يا عيني ويولول ويحزن زي ما كانوا تلاميذه مش فاهمين ايه اللي بيعمله. لو عرفنا اللي حصل النهارده يبقى ده يوم بهجه وفرح كبير خالص. معلمنا بولس الرسول بيتكلم عن اللي حصل على الصليب في رسالته الى اهل كلوسي، بيقول ان هو اذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف جسدكم احياكم معهم مسامحا بجميع خطايا. اذ محت رق، عشان لما نقول في الطلب استمرار مزج كتاب سك خطايانا نفتكر الآية دي في كلوس 2، إذ محى السك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه في الوسط مثمرا إياه بالصليب. أتاري إحنا كان علينا سك، سك ده كان لا يمكن واحد مننا يقدر يسدده، ولو كان واحد بس يقدر يسدده كان في نفس واحدة فلتت من الجحيم. ابراهيم واسحاق ويعقوب والاباء البطاركه والقديسين والانبياء ورؤساء الاباء كلهم في الجحيم عليهم شك، مسكوا وقال انا ادفع ثمن. الشيطان قال له ده ثمنه غالي قوي، ديت حياه الناس كلها. هو انا كنت ضحكت على ادم ولا ادم بملء حريته؟ انا صحيح قلت له يا ادم تيجي معايا وتسيبك من ربنا وتاكل من الشجره وتصير مثل الله؟ قال له اه امشي معاك. قال له هنفعك ربنا بايه يعني في الاخر؟ قال له انا جبتش ادم غصب عني، ده ادم جه بملء حريته. قال له صح. قال له اذا حياته يكنه عبد تحت واولاده زيه عبيد ايضا تحتيه. قال له طب ايه تطلعهم من الجب ازاي؟ لان الله عادل. قال له ادفع حياتي انا فداء على الصك اللي مكتوب على البشريه كلها، فداء عن الصك اللي مكتوب على البشريه كلها. فبيقول كده اهوت إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، صك ضدنا وقد رفعه من الوسط مثمرا إياه بالصليب. يبقى الصك اللي علينا اتفك. النقطة الثانية، إن الشيطان في الواقع كمان له معركة أخرى مع المسيح، لأن الشيطان مفتري وأذل الإنسان ذل فظيع، لأن الإنسان ما كانش كان غبي لما وقع تحت سيطرة الشيطان، لأن ده ضحك عليه لغاية لما خشغله عبد عنه وأذله. المسيح بيقول كده على الصليب، محى الصك الذي كان علينا ورفعه في الوسط مثمرا إياه بالصليب. إذ جرد الرياسات، رياسات الشياطين والسلاطين، أسهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. الصليب ده يعني جاب الصليب وخزق الشيطان كده وقال له خلاص. فكانت في معركه كبيره خالص،
فاللي حصل على الصليب ان السك اتقطع، السك اتقطع، وقال انا هنزل ابشر بدم عهدي كل اسرافي الذين هم في الجب الذي ليس فيه ماء. صور بقى جب ما فيهوش ماء اللي هو الجحيم، وانا الشيطان هاسفره جهارا ظفرا به بالصليب بتاعي. وانت ايها اللص اليمين مغفوره لك خطاياك، ادخل اليوم تكون معي في الفردوس. ده اللي حصل على الصليب. من اجل هذا يا احبائي النهارده يوم عيد كبير قوي، يوم عيد، لان الصليب بالنسبه للمسيحيين مشعار لكنه قوه. احنا عارفين سره، احنا عارفين سره وعارفين قوته. انما احسن حاجه تقدر توصلنا لمفهوم الصليب واللي حدث النهارده هو خروف الفصح، بيقول له ان تاخد الدم وترش بيه العتبه والقائمتين، وكل بيت مرشوش ما تقربش منه. زمان كنا نخاف نقول يا عيني معلمين البيوت بالطلبان. يا ريت يا ريت البيوت مش تتعلم بالطلبان، يا ريت القلوب بتاعتنا هتبقى متعلمه بالطلبان. الشيطان جه يقرب من المسيح، لان من حق الشيطان انه ياخد كل نفس ويحضرها للجحيم. فوجد نفس المسيح ده لا خطيه، ولكن المسيح اشهره جهارا ظافرا به فيه، فاصبح الشيطان مكسور. لذلك يا احبائي نحن لنا حمايه في دم المسيح. اما اذا كنت عاوز تعرف الشيطان ده بيعمل ايه، فالشيطان قال عنه يعقوب الرسول يجول كاسد زائر ملتمس من يفترس. فالشيطان ما يهزرش، ممكن يستدرج الانسان باللطف وبالخدعه، يعني طبيعه الشيطان دايما في تعاملاته الخداع، زي ما عملت الحيه مع حواء. لكن في الاخر الحيه هتبقى حيه، والشيطان هيبقى شيطان، والاسد الزائر مش هيغير طبيعته، هيبقى اسد زائر برضه. واحب اقول لك نقطه مهمه، ان موت المسيح على الصليب ما غيرش طبيعه الشيطان، ما غيرش طبيعه الشيطان، لكن موت المسيح على الصليب اعطى حمايه للانسان ضد الشيطان. فالشيطان شيطان، لكن الانسان اللي مرسوم بدم المسيح ده يبقى عايش في حياته حياه البسخ. احنا النهارده بنعيد بسختنا العبور، نبص ليسوع كده ونقول له امبارح احنا كنا متاثرين من تواضعك والحياه اللي اديتها لنا، لكن النهارده احنا بنشوفك كده وانت بترشنا بالدم. زي ما بيقول احد الكتاب ان الصيام الكبير ده رتبته الكنيسه عشان يكون هو البسخه اللي هو الاعشاب المره بتاعه البسخه بتاعتنا النهارده. فاللي تعب وجاهد من حقه ان هو يفرح النهارده، لانه هو يعدي الملاك المهلك لكن ما قدرش يقرب منه لانه مرشوش بالدم. احنا في الواقع يا احبائي لما نرجع لشعب اسرائيل وهو طالع من مصر، فرعون رمز للشيطان، هو المصريين، فدولت اذلوا شعب الله دول فوق الوصف. وكان لما يعين يطلبوا طلب يقول لهم طيب من الراحه انتوا تطلبوا طلب كمان، خففوا عنين الشغل شويه، يقول لهم طيب ما دام بتطلبوا نخفف الشغل يبقى بكره تشتغلوا شغل مضاعف. ادي الشيطان دايما بقى. معقول واحد يروح يشتكي للشيطان؟ واحد يروح يشتكي للشيطان من الشيطان؟ مش معقول. الشيطان عاوز يفترس الانسان. ربنا بعت الضربات، انت عارفها 9 ضربات، ولو ان الضربه الاولانيه كانت بالدم برضه، يعني حول الانهر لدم، لكن الضربات دي تفتكر اثرت في فرعون؟ ابدا ولا فائد. يا دوبك وقتها ياخد الخبطه يقول لموسى خلاص طب، وبعدين يقول له طب خلاص اشيل عنك الموضوع ده،
أول ما يكون الموضوع يرجع تاني أوحش مكان. فالضربات كلها ما نفعتش معها إلا الضربة الأخرانية، لأن الضربة الأخرانية فيها موت. الضربة الأخرانية فيها موت. الضربات الأولانية كانوا يبعت مرة يعمل له الذباب، يبعت له البعوض، يحول له المية لدم، يبعت له الضفادع، يقعد يغيظه بحاجات كده في قوته في مصالحه في حاجات، فربنا يقعد يغيظ الشيطان كده. لكن في ضربة لازم هياخدها، هتكون هي الضربة الأولى والأخيرة. الضربة ديت هتكون ضربة الموت. انتوا شايفين المسيح الميت النهاردة ده؟ احنا كنا بنسمع الكنيسة بتقول قدوس الله الذي أظهر الضعف أعظم مما هو في القوة. يعني في ضعفه عمل اللي ما تعملش في قوة. الناس الجاهلة فاكرة ان هو ضعيف فبتنوح عليه، لكن احنا ما بنوحش عليه، احنا بنقول له سكتتي جوم لك الملك والقوة والمجد والعز إلى الأبد آمين. وبعدين في آخر التسبيحة بنركز بنقول قوتي وتسبيحتي هو الرب قد صار لي خلاصا. فالنهاردة يوم غلبة، يوم انتصار، مش يوم حزن، يوم فرح. صحيح في كل بيت في حزن، يعني في ميت مش عندنا، مش عندنا احنا، في حزن في العالم، لكن احنا ما عندناش في حزن، احنا عندنا فرح. بس هم ما قدروش يفهموا الفرح اللي احنا عايشين فيه قد ايه، يفتكروا لكن حقيقة هو بره في حزن. العالم يفرح وانتم تحزنون، ولكن حزنكم ينقلب الى ايه؟ الى فرح. فشعب اسرائيل فرح الليله دي. تفرض ان في واحد من الشعب، واحد بس، مرشش البيت بتاعه بالدم، تفتكر هيجرى له ايه؟ هيجي الملاك المهلك ويجي خابط البيت موته مع الامميين. يبقى اذا دلوقتي في خطوره على النفس اللي ما تحتميش في دم المسيح، فتعامل نفس المعامله بتاعه النفس اللي هي ما تعرفش المسيح خالص. لاجل هذا احبائي الملاك المهلك يعبر عن نفوس المرشوشه بالدم. عشان كده انا نفسي اغطس في الدم ده، اغطس فيه. على رأي أشعياء يقول ما بالك ثيابك حمر، ما هدومك حمرة كده؟ قال له أنا دائس المعصرة وحدي وليس معي أحد من الشعوب. وأيضا البسخة بتاعتنا عبور، فالعبور تم مرة تانية لما عبروا البحر الأحمر. بقى هم في المرة الأولانية لما ضرب الأبكار ما خدوش بالهم، لأن هم أكلوا الفسخ وطلعوا جارية أخذوا العجين ومشوا، ما شافوش المصايب والبلاوي اللي حلت بالشيطان والبكر. أمال يعني ما طلعش وراهم جاري ليه؟ ما لازم كان في جنازة في كل بيت، ولو كانش الشيطان مضروب ما كان طلع لحقهم فورا. فهو على ما خلص من الجنازة بتاعته كده وخلص ثلاث أيام ولا بتاع، فاق لنفسه جري قال وراهم تاني، قال له هتاخد الضربة الأخيرة بقى. فجاه يعبر البحر الأحمر وغرقه هو وجنوده بالعصا اللي هي رمز للصليب اللي حتناها مع موسى علامة للإيه؟ للصليب. ولاحظ ناحية مهمة جدا، ان الصليب لم يفارق حياة موسى للحظة الأخيرة. بعد ما عبروا اولا ضرب البحر بالإيه؟ بالعصاية. العصاية رمز كانت للصليب. وبعدين الصخرة قال له اضربها بالعصاية. قال له ايه الصخرة دي؟ بولس الرسول يقول الصخره كانت هي المسيح. والجنب اهو مجروح وطالع من تقول يا عيني طالع منه الميه. ابدا، ده الميه دي حلوه قوي، ده منها بنرتوي، منها بنرتوي، والدم ده منه بنشرب، ده من غيره احنا مبقاش جنانين. وتم الصليب ملازم حياه موسى، لان موسى بعد شويه لقى العمالقه اللي هم عماليق، شعب عماليق، ودول كانوا ناس جبابرة جدا في الحرب. وقال له انا هعمل ايه الشعب؟ قالوا له ما فيش قبور في مصر كنت تتفنى فيها، جايبنا تتفنى هنا؟ قال له اعمل ايه يا رب؟ قال له ودينهم اي حد يحاربهم كده. قال له ما قدروش عليهم. قال له انت تعمل ايه؟ ترفع ايديك طول النهار كده على مثال الصليب، تعمل علامة الصليب كده وتصلي طول النهار. قال له حاضر. وتنه رفع ايديه طول النهار. يقول ايه الاخبار؟ يقول انتصارات رهيبة، ولا واحد مننا بيموت، كلهم بيموت. قال طب انا تعبت بقى لما نزل ايده، نزل ايده بس سامع صراخ ناس جايه تجري. قال لهم في ايه؟
قالوا له في هزيمة فظيعة في الشعب بتاعنا. قال له طيب ارفع ايدي تاني، بس انا تعبت. قال له ما فيش حل، نخلي واحد يمسك لك ايدك من هنا، واحد يمسك لك ايدك من هنا. اصلا انت يا موسى مش بتخلص بدراعك اللي مفتوحة ديت، ده اصلك انت رمز للصليب، نفسك نفسك رمز للصليب، فعشان كده لازم تبقى شكل الصليب عشان يبقى فيه انتصار. ولما لدغتهم الحياة قال له طب اعمل ايه؟ قال له قدمك غير الصليب، حيا نحاسية على مثال الصليب، وكل نفس دخلت السم الخطية تقدر انت تطلع السم ده من جسمه بواسطة الايه؟ النظر للحياة النحاسية. وهكذا عزيزي كان الصليب ملازم حياة موسى، حياة الشعب طول الخروج. فالبسخة في الواقع بالنسبة لشعب إسرائيل لم تكن مجرد ان هم عملوها في ليلة ومسهم، دي كانت اختباراتهم. ولما كانوا بينسهم كانوا بيقعوا تاني. عشان كده البسخة في حياتنا في الواقع هي اوعى تفتكر هي النهاردة. انا عاوزة تحفظ الآية دي في كورنثوس 5، لان فصحنا او بسختنا هو المسيح الذي ذبح لاجلنا. خلاص طبعا نعمل البسخة في كل قد ايه يا ابونا؟ مش كل سنة، ده كل سنة ونعملها بعد الصيام كده بندوق حلاوتها وتذكاراتها الجميلة. لكن البسخة هي حياتنا اليومية بتاعة كل يوم، كل يوم في بسخة، ده مش كل يوم، ده كل لحظة. لا الشيطان بيهدى ولا ضعفنا البشري بنخلص منه، والدم موجود قدامنا كل يوم. لذلك عزيزي كل جهاد ضد الخطية، كل ما انت حياتك تكون مرشوشة بالدم. انا مش عاوز بقى حياتك بس كده كلمة عامة، عينيك تترش بالدم، خد من الدم بتاع المسيح كده وامسح عينيك. خلاص يجي المهلك ويقرب كده يقول لا ما اقدرش، حاجة بتخوفني خالص. انت عارف لما في طيارات كده تلاقي قاعدة صواريخ تبعد عنها، اللي يقول لك تقرب الطيارة منها تقع على طول. احنا دلوقتي الشيطان عارف قيمة الدم ده، وتمسح ايديك، تمسح ايديك ورجليك. صدقني ده الانبياء في العهد القديم كانوا بيتمنوها، ده داود النبي قال في المزمور ثقبوا يدي ورجلي. صحيح انت هتقول ان هو ده بيتنبأ على المسيح، بجد هو بيتنبأ على المسيح، لكن داود كان عاوز يعيش مع المسيح، يقول له يدي ورجلي، ايدي اللي قتلت وسفك الدماء كثيرة اسقبها يا ربي عشان خاطر تبطل الحاجات دي، ورجلي اللي وقعتني في الخطية واللي راحت للمكان بتاع الخطية واللي تطلع تتمشى فوق السطح، فأنا عاوزك يا ربي تسقب يدي ورجلي. ولو أنه كان بيتكلم عن المسيح، لكن كل الأنبياء اشتهوا أن يرى هذا اليوم. وتفتكر إبراهيم شاف إيه؟ إبراهيم أبوك اشتهى أن يرى يوم إيه؟ اليوم اللي بتاع ربنا اللي شاف، ما هو ده يوم الرب، ده يوم الرب العظيم، لأن فيه سحق الشيطان وفيه بشر المسبيين وفي داس الموت بالموت. والموت هو العدو الأخير اللي بيقول عنه بولس الرسول العدو الأخير، أين شوكتك يا موت؟ وكنيستنا بتقول بموتك المحيي يا رب، الموت الواهب للحياة. احنا لسنا أمام إنسان ميت، ده احنا قدام إله حي، كيف نبكي على إله حي يا أحبائي؟ أنا قلت احنا قلنا في الأسبوع ده إن احنا بنتأمل الأسبوع ده في اللي خدناه من المسيح، أخذنا منه حاجات كثيرة امبارح وأول وأول وأول، لكن النهاردة خدنا إيه؟ إحنا خدنا نجاة حياتنا، خدنا إن إحنا نترش بالدم ويعبر المهلك وما يقدرش يقرب مننا. فالبسخة بقى في حياتنا بمعنى كلمة عبور تبقى هي حياتي، تقول لي أنا عايز بسختي طول عمري، طول عمري. أقول لك إزاي؟ تقول لي شوف البسخة دي كلوها على إيه؟ لك اعشاب مرة. ها شوف المرارة كلها مرارة، ليه هو شال المرارة؟ عشان الاعشاب مرة كمان اللي اكلت عليها اللحم. يجوا العيال كده ياكلوا لحمة مشوية على ايه؟ على الاعشاب المرة. يقول له ريحة اللحم حلوة، حلوة جدا مشوية. وبعدين العيال يجوا ياكلوا من اللحمة، يقول له يا بابا دي فيها مرارة مرة، ايه الحكاية؟ يقولهم اصل يا اولادي الشريعة بتقول كده، لازم تاكلوها على اعشاب مره. يقول طب وايه المراره ديت؟ اصل انتوا يا اولاد اخدتوها على الجاهل، لكن ده احنا جدودنا عاشوا في عبوديه مره مع فرعون ومع الشيطان وجنوده.
واسف تتمتعوا بالحرية ديت، فذوقوا المرارة بس حتى للتذكرة عشان تشوفوا المرارة اللي عاشها اللي كانوا تحت عبودية الشيطان. إذا كنت أنتوا في الحرية وفي الحكم هو المسيح فتكلوا على أعشاب مرة. الأعشاب المرة في حياتك يا عزيزي هي جهادك ضد الخطايا، هي جهادك مش في شوية مرارة. افرض مثلا إن في شاب أو شابة كده هيعيشوا لأجل المسيح، يحفظوا نفسهم بقداسة الطهارة في العالم، مش هتعبوا شوية؟ هتعبوا، مش شوية أعشاب مرة، أعشاب مرة لكن فيها رشة دم تعطيهم نجاة أبدية وتعطيهم خلاص وتعطيهم نجاة من الموت، لأن الملاك المهلك جاي عشان يهلك كل نفس مش مرشوش بالدم وكل نفس ما أكلش الفصح وما أكلوش على أعشاب مرة. إيه يعني يقول له لازم تشفيه على أعشاب مرة؟ يطلع كل واحد من بيته يلم أمر الأعشاب، والشاطر اللي يجيب أكتر أعشاب مرارة لما تبقى الأكلة مرة خالص ريحة حلوة والأكلة مرة جدا. هذه حياتنا في مرارة، صح في مرارة من الكرسي. تفتكر في واحد بيجاهد الخطيئة ما بيشوفش مرارة؟ في واحد بيجاهد في صلواته؟ في واحد بيجاهد في الصوم ما بيدقش مرارة؟ دي المرارة بتوصل لغاية بقنا، بنحس بيها في طعم بقنا. فإذا كانت المرارة إحنا بنحب المرارة دي لأنها هي طريقنا إن إحنا نترش بالدم، بالدم من الاستحق. لم تجاهدوا بعد ضد الخطيئة حتى الدم. ياما يسوع وصانا في الأسبوع ده، وصانا قال اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، وصانا. وكلمنا عن شجرة السين اللي ما جابتش ثمر وازاي هو لعنها وقال لنا نسهر، فدي أعشاب مرة. فالبسخة هي حياتك كلها على الأرض، هي حياتك. لو نعاهد ربنا النهاردة ونقول له إن إحنا مش هنعايد البسخة النهاردة، ده البسخة دي عمرنا كله، يبقى إذا إحنا مستعدين ناكلها دايما على أعشاب مرة، أعشاب مرة وبفرح. تشوف كل واحد كده بياكل الفسخة تلاقيه فرحان، ليه فرحان ليه؟ اللحمة مرة، يقول لك اسكت ده احنا هنعبر دلوقتي والموت هيهرب مننا لكن هيهلك البيوت التاني. ففي مرارة تدوقها في حياتك، ومرارة الظلم اللي ظلمه المسيح، ومرارة الجهاد ضد الخطية، ومرارة الحرمان، ومرارة التعب. وتاكلوا ازاي؟ هل تاكلوا احقائكم مشدودة وحذيتكم في ارجلكم وعصيكم في اجديكم وتأكلونه بعجلة؟ تاكلوه واحقاقكم مشدودة، متحزنين كده. وديت بتبقى واضحة عند الجماعة الرهبان في الأديرة وكده، لازم يلبس منطقة على حقاويه عشان لما يقف يصلي يقف يصلي بنشاط، يعني يبقى وسطه مسرود. الراهب يلبس منطقة عشان خاطر وسطه يبقى مسرود لما يصلي يصلي بنشاط. فعايز يقول له ما تاكلوش الفسحة دي، في أكلة وراكوا عدو خبيث فتاكلوها بنشاط. عمل الرب ما يعملش بأيدي مرتخية، لأن الكتاب يقول ملعون من يعمل عمل الرب بأيدي مرتخية. الصلاة ما تكونش بارتخاء والعبادة ما تكونش بارتخاء، لكن تكون أحقائنا مشدودة عشان ناكل، عشان فسخنا أو بسختنا هو المسيح الذي ذبح لأجلنا، وحذيتنا في أرجلنا وعصينا في أيدينا ونأكله بعجلة. دي كل ده معناه استعداد يا أحبائي. زي ما بيقول ماري فرام، لا توجد مصيبة للإنسان أكثر من الكسل. الكسل باب جميع الخطايا، باب جميع الخطايا. فاللي هياكلوا الفصح وهم كده نايمين ومدروخين وأحواقهم مش مسدودة، دولت مش هيلحقوا ينجم. ده قال لهم خدوا العجين، قالوا له ما خمرش، قال له خدوا كلوا سبع أيام من غير ما يخمر، كلوا فطير. والفطير قال لهم في سفر التثنية يقول لهم عنه خب أكل، يعني العيش بتاع المرارة أو العيش بتاع خبز العناء أو التعب، خبز التعب. فالأكل العيش اللي مش مخمر ومعجن كده على بعضيه بيقعد يأكل فيه أسبوع، يقولوا له ليه يا موسى كده؟ يقول لهم ده خبز العناء، لأن انتوا شفتوا عناء كتير، افتكروا جدودكوا عملوا إيه. ففي الواقع لازم تكون أحقائنا مشدودة وعصينا في أيدينا. يا أحبائي، يقول الكتاب المقدس كده عن الخطية إن كل قتلاها أقوياء. يا ما في ناس كانوا أقوياء وقعوا ليه؟ أصل الكسل لما يخش يتسرسب واحدة بعد واحدة كده، وما فيش حاجة أوحش من الكسل. كسل في صلاة، بعدين كسل في مجيئة الكنيسة، بعدين كسل في اعترافاتك،
وبعدين كثف في قراءتك للإنجيل واحدة واحدة تبص على فطور مال حياتك، وبعدين تيجي تقول أنا عندي فطور جديد. بعد إيه؟ هذا كسل طولي. عشان كده لو تلاحظ إن في الدينونة الأخيرة في اليوم الأخير ربنا هيعاقب ناس مش عشان سرقوا ولا قتلوا ولا زنوا ولا عملوا، هيعاقبهم لأن هم يقولوا أيها العبد الكسلان، بس قال له بس كسلان، ودي يعني تاخد عقاب. قال له كسلان، أنا قلت تاكل وأحذيتك في أرجلك وعصيتك في أيديك وتأكلونه بعجلة. عمل الرب اتعمل بسرعة. اسمع النصيحة دي، فترش بالدم، رش قلبك وحياتك وعينيك وإيديك ورجليك كل وبيتك وولادك كل ما ليك، وكل فصحك بالمرارة بتاعته ما تتذمرش عليها، تذمرت من المرارة دي، المرارة دي هي اللذة اللي في الأكل، وكله بعجلة خليك نشيط في حياتك الروحية، ستعبر سيعبر عنك الموت الملاك المهلك، وستعبر البحر أيضا، تعبر المعمودية. نذكر المسيح أننا كلنا اجتزنا المعمودية، لكن تقول لي يمكن في أطفال اللي احنا ما حسناش بالعناء والتعب واحنا بنتعمد مثلا. ايوه طبعا ما حسناش، لكن كل شيء تم، الدم اتغسلنا بيه واتولدنا الولادة الجديدة وخلعنا الإنسان العتيق والمرارة وكل حاجة. تقول لي ما حسناش أبدا، ده يعني ساعتها كانوا بيوزعوا ملبس الذرات بتاعه. قال لك تعالى بس ارجع لجدودنا شوية ورا، شوف واحد زي ماري جرجس المزاحم ده عشان يتنصر عمل ايه؟ كان يروح الكنيسة يتحايل على القسيس يقول له ابعد عني هتجيب له مسيح، يروح للأسقف يقول له مسيح انت هتعمل، يجي الشيطان يدخل جوه واحدة مسيحية فيها روح عرافة تصيح في وسط الكنيسة وتلحقه في وسطيكوا واحد هيعمل كذا وكذا وكذا وهيجيب لكم دهية. يشوف الشيطان حتى عكسه، يشوف المرارة، ومضى مش عارف اكتر من 11 سنة متشرد على الارض من بلد لبلد 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 عشان حد بس يعمده وعشان ينال صبغة المعمودية. عشان كده المسيح قال بالصبغة بالدم التي بها انا الصبغ تصطبغون، يعني بالمعمودية التي بها انا اعتمد تعتمدون. وتفتكر زمان اول واحد ما يقبل الايمان كده يرقوه يدوله وظيفة في الدولة على طول يدخلوه للمحاكمة. ففي الواقع المعمودية كانت بتتاخد على اعشاب مرة، وكانت بعجل ايضا، لان ملكوت الله يخطب والغاصبون يختطفونه. فالبسخة هي حياتنا باختصار احبائي. انا قصدت ان احنا نفرح النهاردة لان بسختنا هو المسيح الذي ذبح لاجلنا، الذي ذبح لاجلنا. فما تبصلوش وانتم زعلانين، لكن افرحوا لان ملاك الموت لن يهرب منه. واخيرا هتكون في بسخة اخرانية اللي هي يوم ما نفارق هذه الحياة، هيكون عبور. وتعرف قد ايه قبل المسيح، او النفوس اللي مرشوشة اللي مش مرشوشة بالدم ترتعد من الموت وتقشعر وتخاف جدا، لان بتشوف قدامها اشباح الشياطين وهي جاية عشان تقبض على روحها وتنزلها للجحيم. في منظر اصعب من هذا المنظر؟ طب امال ايه؟ لا، الناس بقى المؤمنين اللي مرشوشين بالدم اللي كلوها على اعشاب مرة، يجي الملائكة يستقبلوهم، تيجي الست العذراء تستقبلهم. في حصل كده ماري جرجس المزاحم ستهم بشاي وهو بيضربوه وبيستشهد، بيقول لهم يا جماعة هاتوا كرسي للست عشان تقعد. قالوا الراجل بيخرف، كرسي للست تقعد؟ هو شاف الست العذراء قدامه جاية عشان تاخد روحه، ويقول له شوفوا هاتوا كرسي للست عشان تقعد. فالعبور الأخير ده عبور رهيب جدا 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 جدا. تتراكم أمام الإنسان خطاياه اللي ملهاش حدود، لو ما فيش دم عشان يغسل الخطايا ديت كلها، ده خطية واحدة أجرتها موت، كيف يكون العبور يا أحبائي؟ هتكون البسخة صعبة جدا. سيأتي الملاك المهلك ويهلك بلا رحمة وبلا شفقة، ولكن أولاد الله مرشوش حياتهم بالدم سيعيشوا، سيمر هذه اللحظة بمنتهى السلام. يقول لك فلان انطلق بسلام، ويقول لك فلان حملته الملائكة العازر، حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ويحكونا عن القديسين استقبلتهم أرواح الملائكة وأرواحه وإلى آخره. يعني كانت استقبال حافل ورائع وجميل وممتع، والعكس كانوا يقول لك كانوا بينادوا القديسين كده
وكانت بتبدو منهم حركات كأنهم بيكلموا ناس قدامهم. العبور كان سهل جدا. عبروا على أعشاب مرة، وإن كان الموت له مرارة مش هيفلت منها حد، لكن هذه المرارة لا تخيفنا، لأن الملاك المهلك سوف لا يهلكنا، لأننا سنعبر بالدم. من أجل هذا أحبائي فرحتنا النهاردة بدم المسيح. اللي مش هتترش بيه قوائم العتبة والقائمتين، لكن هتترش بيه كل حياتنا وولادنا وبيتنا. اجري بسرعة وعيش قدام الصليب، ما تخلوش يفرق حياتك، وتأمل في الدم اللي نازل منه، وخد خليك عامل زي المجدلية دي اللي الفنان حطها ورسمها قاعدة تحت الصليب علشان تاخد الدم كله اللي نازل عليه. ما تعملش زي التلاميذ اللي هربوا وما شافوش الدم ده، وفترة تقول يا خسارة يا ريتني كنت شفت دم المسيح وانا كنت شلته وحشته وبتاع. لكن احنا مش من الشكل المادي، لكن هنا بالروح ايضا بنعيش في دم المسيح اللي بعهده، بدم عهده فك المأسورين في السد أسر الرجاء، وبدم عهده أيضا يعبر معنا كل ضيقة في حياتنا وكل تجربة وكل خطية يغسلها بدمه فنعبر أيضا. المسيح بسختنا صفحنا الذي ذبح لأجلنا، نعيده طول أيام حياتنا وإلى أبد الأبدين، لإلهنا المجد الدائم أبدين. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيات التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزج كتاب فك خطايانا أيها المسيح إلهنا وخالصنا. Yeah.
التطهية بالخشبة واحيا عيسى الميت بنا موتي وكذا الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطبية اقتل جعل بلدك المعسف بيا وبما سمير بالتي تغمرت بها انقذ عقلنا من طياشة الأعمال الهلوية والشهوات العالمية إلى تذكر أحكامك السماء هي كرارة Oh,